الأوضاع على حالها في مدينتي رفح وخان يونس. في مدينة رفح شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين، الغارة الأولى استهدفت منزل لعائلة شاهين في منطقة شرق في دوار الجوازات شرق مدينة رفح. هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر من المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج، فيما تعمل قوات الدفاع المدني ومتطوعين عن البحث عن مفقودين تحت أنقاض هذا المنزل الذي دمر بالكامل. كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة حي السلام على الشريط الحدودي الجنوبي لمدينة رفح، والتي أدت يعني لم تؤدي إلى وقوع إصابات أو ضحايا بين المدنيين، لكنها أدت إلى وقوع يعني دمار في ممتلكات المواطنين في المنطقة المستهدفة. هذه الغارات تأتي بعد هدوء حذر يعني شهدته ربما في الساعات الصباح الأولى مدينة رفح، لتأتي هذه الغارات الجديدة لتبدد كل حالات الوهم المتعلق بالهدوء في مدينة رفح. تستمر إسرائيل في غاراتها الجوية المميتة على هذه المدينة منذ أكثر من شهر، وهذه الغارات متواصلة، سقط خلالها العشرات إن لم يكن المئات من الشهداء والجرحى. تم استهداف عشرات المنازل والأراضي الزراعية والمنشآت والطرق وأيضا عدد كبير من المساجد. أما في خان يونس فالأوضاع كارثية على حالها منذ اليوم الأول للتوغل البري في هذه المدينة. اليوم كان هناك استمرار لعمليات نسف المربعات السكنية تحديدا في مخيم خان يونس، سواء كان هذا المخيم الجنوبي أو منطقة الحوز، منطقة المخيم الغربي، الحي الياباني، منطقة السد العالي، طريق المشروع، الظهرة، بلوك جي، جرة العقاد، وحتى منطقة حي الأمل التي شهدت هي الأخرى عمليات نسف لعدد كبير من المنازل. أيضا تم نقل 3 من الشهداء استشهدوا بفعل قيام القناصة الإسرائيليين بإطلاق النار على عدد من المواطنين في منطقة المخيم الغربي، وانتشال شهيد رابع من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس كان قد استشهد قبل عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. أيضا في مناطق شرق خان يونس استمرت إسرائيل في غاراتها وقصفها المدفعي وتنفيذ أحزمة نارية تحديدا في بلدة عبسان بالإضافة إلى بلدة خزاعة، وتم نقل شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي. الأوضاع في خان يونس وفي رفح متصاعدة، القصف الإسرائيلي متواصل، والغارات الإسرائيلية أيضا لا تتوقف على هذه المدينتين، بالإضافة إلى استمرار حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي والتنكيل بالطواقم الطبية والمرضى، ومنع إسرائيل لأي مساعدة إنسانية أو مواد غذائية أو مياه صالحة للشرب أو حتى إدخال يعني اللجان الفنية لإصلاح شبكات الصرف الصحي التي أغرقت قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي. أوضاع كارثية يعيشها المرضى والجرحى والأطباء داخل مستشفى ناصر وأيضا داخل مستشفى الأمل مع استمرار عمليات القصف في محيط هذين المستشفيين. الأوضاع في جنوب قطاع غزة لا زالت على حالها خطرة وفي تصاعد مستمر. نعم، ماذا عن الحالة الإنسانية إبراهيم، وماذا أيضا عن تدفق المساعدات إلى القطاع؟ يعني الأوضاع الإنسانية حقيقة هي أوضاع كارثية بما تحمله هذه الكلمة من معنى. المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة سواء إلى مدينة رفح أو إلى باقي مناطق القطاع هي مساعدات لا تكفي فقط إلى 8% من المواطنين، وبالتالي هذه المساعدات شحيحة نظرا للتعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال الشاحنات والتحجج بأن عدد من المستوطنين يعرقلون الطريق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم التي تدخل منه المساعدات التي تصل إلى الأونروا. وبالتالي إسرائيل على ما يبدو تتعمد بشكل ممنهج تقليص حجم المساعدات الغذائية والإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة، سواء كانت هذه المساعدات
قادمة إلى مؤسسات دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الأونروا أو يعني الجمعيات الأخرى التي تخدم في الرعاية الإنسانية، أو القادمة من عبر معبر رفح للقطاع الخاص والمساعدات العربية التي تصل تباعا. وبالتالي إسرائيل تتعمد إحداث مجاعة كبيرة جدا في قطاع غزة، ربما تداعيات هذه المجاعة واضحة وجلية في مدينة غزة وشمالها التي بات الناس يموتون جوعا ولا يستطيعون الحصول على الطعام أو الغذاء لأيام طويلة. أما في مدينة رفح فالكارثة أكبر، لأن عدد النازحين نتحدث عن 1,300,000 نازح، هؤلاء بالكاد تصل إليهم المساعدات. وقبل أيام طويلة قال رئيس بلدية رفح بأن حجم المساعدات الذي يصل إلى هؤلاء النازحين وسكان المدينة الأصليين لا يصل إلى 8 أو إلى 10 فقط بالمئة من مجموع النازحين والسكان، وبالتالي حجم المساعدات ضئيل. وهذا الأمر وكان واضحا وملموسا من خلال اليوم تجوالنا في عدد من الأسواق المحلية في مدينة رفح، وجدنا هناك نقص حاد وشديد في كل الاحتياجات الإنسانية والأساسية للمواطنين، بدءا من المعلبات وحتى الخضروات واللحوم والبيض وحليب الأطفال وغيرها من يعني المواد والسلع التموينية، وإن وجدت فهي بأسعار خيالية ربما لا توجد في أي دولة في العالم هذه الأسعار. لذلك الوضع كارثي، الوضع الإنساني المعيشي الطبي الإغاثي يعاني من نقص شديد وكبير جداً.